كل ده اجتماع. طب ما ياخد معاه الموبايل، ايه المشكله يعني؟ ده موظف كبير، حد هيقدر يقول له لا؟ يعني يا ماما عايزاه يقعد يتكلم معانا قدام زمايله؟ ما ينفعش، دي اسرار بيوت. فين الاسرار بقى ان شاء الله؟ اذا كان انا هقول له الطلبات عاوزين وعاوزين وعاوزين وهو يقول لي حاضر حاضر حاضر، حد هيفهم حاجه من حاضر دي؟ ريحي نفسك يا ماما، ما تجادليش معاه، احنا مش هنخلص. قولي ده عشان مش عاجبني حال البيت ده؟ ايه، ماليش حق الاعتراض؟ وانتي تعترضي في بيتي انا ليه؟ لما يبقى لي بيت يبقى اعترضي فيه زي ما انتي عايزه. بصراحه بقى يا ماما انا حاسه ان احنا رجعنا لورا للقرن ال19، ده كفايه اسم انيسه لوحده يرجعنا 50 سنه لورا. بذمتك انت يا ماما في حد يسمي بنته انيسه؟ مش عاجبك اسم انيسه؟ اما تخلفي باسم ميرون. يا ماما يا ماما سكتيها، عاجبك لسانها ده اللي بينقط سكر؟ بس يا انيسه الانيسه قال. طب تقدسي مين والنبي؟ ده انت تتكسفي تقعدي مع خالك. على العموم يا انيسه ما تزعليش، انت وخطيبك اسمكم لايقين على بعض، انيسه وفضل بالظبط كده زي حمدان وبهانه. عاجبك يا ماما كلامها؟ سكتيها من فضلك. يا رب يرد. كل ده اجتماع؟ لا 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 لا، تسلم ايديك يا ماما، ايه الجمال ده؟ حسبي الابره. الله الله يا انيسه، ده جامد وهم. ربنا يتملك على خير يا حبيبتي، تعالي انت كمان زي بعض.